طب ايمان، يعني بما انك بقى زميله كده وهتشاركيني في الحلقه دي مع بعض كده في بعض الحاجات، شايفه ان السوشيال ميديا وكمان الاعلام الرقمي دلوقتي محقق نجاح كبير؟ يعني اغلبيه الناس دلوقتي موجوده على تيك توك، واللي بيعمل فيديوهات واللي عامل برامج، شايفه ان ده وسيله بديله مع التلفزيون ولا الاثنين ماشيين بالتوازي؟ انا شايفه انه هو متفوق كمان على وسائل الاعلام التقليديه في السرعه، في المرونه او في السهوله للوصول، والسرعه في ان انت كمان تاخد رد فعل من الجمهور بتاعك فتطور المحتوى بتاعه. تمام. ولكن الاثنين لا غنى عنهم من بعض، لان وسائل الاعلام الاساسيه زي التلفزيون والراديو ليهم مصداقيه، يعني المزايا اللي عندنا الجمهور بيثق فيهم، بيثق في المذيع اللي بيطلع على التي في، وبيثق في المؤسسه اللي بيشوفها، لان المصداقيه والثقه دي اتبنت على مدار سنين من العلاقه ما بينها وما بين الجمهور. فهم الاثنين بيشتغلوا جنب بعض. يعني الاثنين لازم يخدموا بعض علشان يوصلوا لاقصى استفاده. ليه يكون عندك بس مجهود متركز على وسيله واحده؟ عشان ان انت تقدر تستغل كل وسائلك، قناه ويبقى عندها كمان السوشيال ميديا بلاتفورمز تقدم المحتوى بتاعها للديجيتال او المحتوى التقني، وفي نفس الوقت كسبه الثقه بتاعه الجمهور بتاعها.